الاخ البرعي سلام الله عليكم. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله يا طوله طوله. اسمعني يا اخي الكريم، انت الان في وصاب، ما رايك بالجو وبالسياحه وبالعمل وبالكومبينيشنات وبالمعدات وبالمهندسين بالمراسلين؟ هات ما عندك. حتى تمام على ما يرام، والجو طبيعي والسيول ما شاء الله، والحراره اشتغلت نعم الحمد لله. اليوم ماذا نقول للتجار؟ دعم الدعم. اي والله الدعم. هنا حراره وهنا حراره وهنا عمال وهنا مهندسين وهنا وهنا. ماذا يش... فطير فطير. فلوس فلوس فلوس. نعم ان شاء الله. جزاك الله خير على جهدك الكبير والمعروف لدى عامه الناس، هم يقولون بارك الله فيك يا برعي، وانا كذلك جحانا اقول احييك يا برعي على ما تقوم به من جهد كبير في مجال انجاح العمل، انجاح المشروع العملاق الكبير الذي يخدم عامه الناس، لك منا ومن الحاضرين والغايبين التحيه والاكرام.